إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطيب الله أوقاتنا وإياكم، وبوأنا بحسن الإياب والمنقلب. حيا الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك، في هذه العبادة المباركة، أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن داوم المثني عليه وكررا. إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته: فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره، كما طاب برد الماء للكبد الحرى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن في ست خلون من شهر ذي القعدة الحرام، والفتح فيه أبلغ من الكسر، كما قرر ذلك الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير في شرحه على القواعد الفقهية، قال: والفتح في ذي القعدة أبلغ من الكسر، والفتح والكسر لغتان، كما في الحج والحج، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فالحج أبلغ من الحج، وكلاهما قراءتان سبعيتان عشريتان متواترتان صحيحتان. ونحن في ست خلون من شهر ذي القعدة الحرام لعام 39,400 من هجرة العدنان، وها نحن مع رحلة الإسراء والمعراج لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلمنا في جمعة سالفة خالية على الشبهات التي يحيكها الزنادقة وأعداء الدين من المبتدعة حول هذه الرحلة المباركة، بما أغنى عن إعادته الآن. وها نحن الآن والوقت يتفصم سريعاً من بين أصابعنا كحبات الزئبق وكقطرات الماء، نريد أن نذهب سريعاً مع جبرائيل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقد شق صدر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخرج قلبه الشريف
وذكرنا كم مرة شق قلبه عليه الصلاة وصدره عليه الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته أيضا الآن. ثم بعد ذلك هيئ النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بالبراق بهذه الدابة التي هي فوق الحمار ودون البغل والذي ينتهي خطوه عند منتهى طرفه. وإن تأملت في البراق على وزن فعال فكأنك تعرف أنه كالبرق الخاطف في سرعته، وليس ذلك غروا ولا عجبا. فها نحن قد عشنا في هذا الزمان في القرن 15 وسمعنا عما يسمى بسرعة الضوء والفوتونات وإلى غير ذلك، فليس عجبا إن كان الناس قد هداهم رب الناس أن يخترعوا طائرات بسرعة الصوت، فما بالك بالخالق تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دخل يوما أحد العلماء إلى قاعة منيفة في بلاد الأفرنج ومعه مجموعة من طلبة العلم، وقد أعدت تلك القاعة إعدادا عظيما يأخذ بالألباب ويسيل اللعاب، فشذهوا بها لما رأوها وكان غاضا طرفه ناظرا إلى موطن جلوسه، فقالوا يا إمام ألا ترى ما نرى؟ فقال كلمة خلدها التاريخ: إن كان هذا ما أعد البشر للبشر في دنيا فانية فكيف بما أعد رب البشر للبشر في جنة خالدة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما دار في خيالك فالجنة بخلاف ذلك، وليس بين الجنة والدنيا إلا الأسماء فقط. فيكفي أن الرمان أن الرمانة أيها المباركون يأكل الفئام من قحفها، ويكفي أن الشجرة يسير الراكب فيها شهرا لا يبلغ ظلها، فكيف بالجنة؟ وعدنا الله إياها فبلغنا وإياكم منتهاها وأذاقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيؤتى بالبراق، ونحن نتكلم بالحديث الذي رواه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، وضربنا صفحا عن كل رواية زيدت في ذلك وما أكثر ما زادوا في رحلة الإسراء والمعراج. والسرى هو السير ليلا وعند الفجر يحمد القوم السرى. جيء بالبراق، ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في بعض الروايات أنه استصعب عليه فقال له جبرائيل أسكن، فوالله ما ركبك أشرف منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأجمل منك لم طرق الطعين، وأفضل منك لم تلد النساء. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء، فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء، وله الحوض العظيم وكوثر وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الطلقاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فارفض البراق عرقا، وإنما استعصى على النبي بداية عليه الصلاة والسلام لطول العهد من ركوب الأنبياء له هذه الدابة العظيمة. فركب النبي وجبرائيل عليهما السلام، ثم سار إلى بيت المقدس. ولما وصل إلى هناك بأبيه وأمي، وليس المسجد الأقصى هو ذلك المسجد المسنم ثمانية، هذا هو مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. أما المسجد الأقصى فهو قريب منه أيها المباركون. والأقصى كما قال القاضي عياض في الشفا بمعنى البعيد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مبتدأ الغاية إلى المسجد الأقصى منتهى الغاية الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أي من علاماتنا الباهرات، إنه هو السميع البصير.
تبارك وتعالى. فلما وصل ربط البراق في الحلقة التي كان يربط الأنبياء فيها البراق. قال صلى الله عليه وسلم: أريت موسى وهو يصلي، وكان رجلا ضربا من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة في اليمن أهلها فيهم سمرة. ورأيت عيسى فإذا هو جعد أبيض، أقرب الناس به عروة بن مسعود الثقفي. قال: ورأيت إبراهيم وأقرب الناس شبها به صاحبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رآهم يصلون. أخي في أماكن، تفضل ادخل، وسع إخوان لإخوانك الأماكن موجودة زكاة، تفسح ويفسح الله لكم. فإذا بهم كانوا يصلون، وجمع له الأنبياء بأجسادهم أم بأرواحهم، وجها للعلماء. اختار ابن حجر وابن القيم في كتاب الروح أنهم جمعوا له أرواحا وأجسادا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري وأعرج به روحا وجسدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال الشاعر: وصلى خلفه كل ذو خطر، ومن يفوز برسول الله يتمم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا خلفه جميعا الأنبياء، أكان ذلك قبل العروج أم بعده؟ وجهان، والأقرب أن ذلك كان قبل العروج إلى السماوات. ثم بعد أن صلى بهم دلالة على إمامة هذه الأمة ومكانتها وتقدمها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلى ريادتها، وإن تلكأت وتأخرت قليلا بذنوبها إلا أن لها الريادة، أنتم الآخرون السابقون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وندخل الجنة قبلهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا انتهت الإسراء وهو السير. ثم نأتي للمعراج، والمعراج هو السلم الذي نصب للنبي عليه الصلاة والسلام من الأراضين إلى السماوات العلى، من اللؤلؤ على جانباه الملائكة. ويعرج النبي عليه الصلاة والسلام مع جبرائيل ويستفتح السماوات جبرائيل عليه السلام، وهذا يدلك أن كل سماء لها أبواب ولها ملائكة، وعلى الأبواب خزنة وحراس. قال صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما من موضع أصبعين إلا وفيه ملك راكع أو قائم أو ساجد. والأطيط هو صوت خف الناقة والبعير الموقرة المحملة في الصحراء، يعني سبحان الله ثقلت السماوات من شدة ما فيها من كل موضع أصبعين في ملك، يا قائم يصلي، يا راكع، يا ساجد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكلما طرق باب سماك قيل: من؟ قال جبرائيل: ومعك من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أو قد بعث له، ليس المقصود هنا ببعث له أي أنه بعث له بالنبوة، إنما المقصود أو بعث له أن يأتي إلى رحلة المعراج، هذا قول عند أهل العلم. والقول الثاني قيل أنهم كانوا لا يعلمون إلا أن يخبرهم الله عز وجل، فلم يعلموا أنه بعث له بالنبوة، لأن كل ملك موكل بأمر معين لا يتعدى، وما نتنزل إلا بأمر ربك، تنزل الملائكة والروح، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فلقي في السماء الأولى آدم أبا البشر، وقبل أن يسلم عليه وجد أسودة عن يمينه
وأسودة عن شماله، إن نظر عن يمينه ضحك وإن نظر عن شماله بكى. قال: يا جبريل، وما هذا؟ قال: هذه ذريته التي عن يمينه أهل الجنة، إن نظر إليهم ضحك. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، وذرياتنا والمسلمين. والتي عن شماله من أهل النار، إن نظر إليها بكى. فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، مرحبا بالابن الصالح، هو النبي الصالح. وهذا ترتيب منطقي، لأن آدم هو أول البشر، فكان في أول ماذا؟ في أول السماء. ثم صعد إلى السماء الثانية، فوجد فيها ابني الخالق يحيى وعيسى، وقيل معهم زكريا أبو يحيى. فسلم، وفي كل مرة حتى لا نعيد، يطرق جبريل باب السماء فيسأل ويستفتح له، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يأتي إلى السماء الثالثة فيجد فيها إدريس، ورفعناه مكانا عليا، فيقول كما قال يحيى وعيسى. ويأتي إلى الرابعة فيجد يوسف، وقد أوتي شطر الحسن. هنا فيها فائدة، هل معنى ذلك أن شطر الحسن الذي أوتاه يوسف، وأن الأمة كلها بعد ذلك من آدم إلى قيام الساعة وزع عليهم الشطر الثاني؟ ليس هذا هو المعنى، لأن النبي أوتي الحسن كله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما المقصود لما أقول فلان أوتي شطر الحسن، لا يمنع أن أقول أن فلان الآخر أوتي ثلاثة أرباع الحسن. فهمتم؟ حتى لا أظن بعض الناس إن أوتي شطر الحسن والباقي كله النص على الجميع. لا، النبي أوتي الحسن كله عليه الصلاة والسلام. من حديث جابر بن سمرة: كان النبي كالسيف وجهه أم كالقمر؟ قال: لا، كالقمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى إلى السماء الخامسة فولد هارون، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى إلى السادسة فكان موسى كريم الرحمن، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السماء السادسة سدرة المنتهى، نبقة عظيمة ثمارها كالقلال في حجم القلة، وأوراقها كآذان الفيلة، ينتهي إليها، يبدأ منها أمر كل شيء وينتهي إليها أمر كل شيء. عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود في الصحيحين: يغشاها ما يكون من النور العظيم. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، صعد إلى السماء السابعة فإذا إبراهيم، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وجده مسندا ظهره إلى البيت العتيق والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. وجاء في الحديث الصحيح أن ذلك البيت المعمور في السماء السابعة يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك يطوفون ولا يرجعون إلى يوم القيامة. 70,000 في 30 بكم؟ 2,100,000 كل شهر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يدخلون يطوفون ولا يرجعون إلى يوم القيامة. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما يكون اختصارا في الثاني من الخطبة. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي، وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم
بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك تقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فجاء في بعض الروايات قيل له تقدم يا جبريل، قال كلا هنا مكاني، لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع صريف الأقلام، وأوحى الله إليه عز وجل 50 صلاة، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ونزل، فلقيه موسى فقال، وهناك حادثة عجيبة، لما تقدم النبي بعد 7 بكى موسى، قال غلام من قريش يبلغ منزلة أعلى مني وأكثر أمته وتكون أمته أكثر أهل الجنة. ما قال ذلك حسدا، إنما قاله غبطة لموطن النبي وموقفه عليه الصلاة والسلام. ما ظن أن النبي يرتفع بعد السماء 6 بعد موطن موسى. لم يلم على إبراهيم لأنه أبوه، إنما كان ذلك غبطة لموطن النبي عليه الصلاة والسلام. هيأوك لأمر لو فطنت لو فربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. أخي المسلم، هيأك الله لأمر عظيم لتكون نافعا ناصحا صالحا مصلحا منتجا في هذه الدنيا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ما هيئت لتشغل نفسك بسفاسف الأمور عند الطبراني وغيره، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فنزل لم يكلمه إبراهيم، لماذا كلمه موسى وقال ارجع إلى ربك، إني جربت بني إسرائيل قبل ذلك وإن أمتك ضعيفة. لأن إبراهيم في موطن الخلة، وموطن الخلة لا يراجع خليله فيما أمره به. لكن موسى ليس في موطن الخلة. الخليلان 2، إبراهيم بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأبو القاسم عليه الصلاة والسلام بنص السنة في الصحيح، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والكليم موسى ورسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كلم ربه تبارك وتعالى. فهنا في ذلك الموطن يرجع النبي إلى ربه ويسأله التخفيف بأدب، أدب النبي مع الرب الباري تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدري، فنحن تأدبنا مع الله يا إخوان؟ هل نحن متأدبون مع الله؟ ينادى للصلاة فنبكر إليها ونسعى إليها ونأتي إليها ونترك النوم واللعب والمباريات والجوالات، وإذا دخلنا بيوت الله عز وجل أغلقناها وهجيرنا وعجلت إليك ربي لترضى. قبل 2 وفي إحدى قاعات المناسبات خرجت تلك المرأة لترقص على خشبة المسرح، فلم تكمل دقائق حتى وافتها المنية فرفعت من ذلك المسرح إلى الدار الآخرة. اللهم ارحمها وعافها واعف عنها وحسن خواتيمنا وعسلنا عند الموت يا رب العالمين. فانتبه، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، لا يستأذن ملك الموت إلا على الأنبياء. فما هي الميتة التي تريدها وأريدها أن نقبض عليها؟ فاخترها واعمل لها. يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وهكذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين الرب وبين موسى يسأل التخفيف حتى فرضت 5 صلوات، ومع ذلك موسى يقول إني جربت الناس قبلك وإن أمتك ضعيفة، فاسأل ربك التخفيف. قال إني استحييت من ربي. والحياء شعبة من الإيمان كما صح عن العدنان
عند البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عند ابن ماجه: إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء. خرج النبي على الصحابة فقال: استحيوا من الله حق الحياء. عن ابن مسعود قالوا: إنا نستحي من الله، قال: ليس كما تقولون، ولكن من استحى من الله عز وجل حفظ القلب، حفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وأكثر من الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا ما تفعله عنه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابع الذنوب عليهن الذنوب. فلو كانت 50 صلاة فإننا مستدعون كل 28 دقيقة إلى المساجد، وهي أصبحت 5 صلوات. وسمع النبي مناد في السماء يقول: 5 في العمل و50 في الأجر، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين. ومع ذلك نحن فيها مقصرون، والمساجد تبكي أهلها في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي غيرها من الصلوات. ثم أيها المباركون الفضلاء، ماذا يكون بعد ذلك من الآيات؟ اختصاراً، النبي عليه الصلاة والسلام عرض له العسل وعرض له الخمر واللبن، فأخذ اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورأى نهرين، ورأى 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فهما النيل والفرات. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام هو في السماء 7، أو قيل في 6، كان في الصحيحين أن النبي أوتي الصلوات عليه الصلاة والسلام وخواتيم سورة البقرة، وأنه بشر أمتك أن من مات لا يشرك به شيئا وقي المقحمات، يعني الأمور المهلكات التي تدخل إيش؟ تدخل النار. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس: شجرة الزقوم. وهكذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الرحلة العظيمة وهذه الآلاء الجليلة إلى مكة. فماذا كان في رجوعه إلى مكة، وما الذي حدث بينه وبين قريش والكفار؟ هذا ما يكون في الجمعات القابلات من سيرة خير البريات، عليه أفضل الصلوات والسلامات من فاطر الأرض والسماوات، ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في أي الذكر الحكيم، مبتدئا بنفسه، مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه، مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه، قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الأخيار الأطهار الأبرار: الصديق أبي بكر صاحب الغار، والفاروق عمر المغوار، وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار، وأبي السبطين علي الكرار، وعن تمام 10 الأخيار وأصحاب الجنة وبيعة الرضوان والتابعين وأمهات المؤمنين الكرام، وعنا معهم بإحسان إلى يوم المآل. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنزل علينا من بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الموت. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، وأقربهم زلفى لديك، وأعنا على الصلاة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا صلاة الجماعة، اللهم لا تحرمنا صلاة الجماعة، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، وارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، أطل أعمار أحيائهم على الطاعة، ومن توفيته فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وسدده بسدادك، وارشده برشادك،
ويسر له بطانة الخير التي تعين على كل خير وتدله عليه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أهلنا وأصلحنا يا رب العالمين، واجعلنا صالحين مصلحين. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما لحق قمري وأورق عود.